انت اليوم تشتغل بحربانة على باب الله بالسوق، على باب الله صح لو مو صحيح؟ صح. زين، هذا العمل هو عمل فراجح ودي يتوازن ويا عملك، انه مو شيء الحمل تجي صح لو مو صحيح؟ لا ماشي. زين، اذا دار العمل بين العمل والدراسه فالارجح من هو الدراسه. زين، يعني احنا اليوم اذا تقاطعت الدراسه ويا العمل ايهما ارجح؟ الدراسة. الدراسة صحيح. زين، إذا إحنا افترضنا أن العمل إذا الدراسة أرجح، أنت اليوم تداوم مدرسة؟ أداوم. بيا صف؟ صفون وتوصل. صفون وتوصل. زين، اليوم أنت شلون توازن بين العمل وبين المدرسة والدراسة؟ أطلع بستة الصبح من الشغل. زين. أرجع بالثنتين ثلاثة، أدرس من الليل والصبح أروح المدرسة وثاني يوم هم أطلع الشغل. زين، يعني بيوم اللي اكو مدرسه انت تروح الصبحيه للمدرسه ومن ترجع تشتغل؟ ارجع كم ساعه تشتغل؟ اشتغل اطلع من 3 للعصر. زين، وارجع اطلع لها 5 6 وارجع. زين، وبعد هذا ترجع تقرا بالليل؟ ارجع أطلع. زين، وبيوم اللي ماكو مدرسه تطلع من 6 الصبح؟ من 6 ل 3 اطلع ل 6 5000 تطلع 6000 لحد ايش وقت ووراها ترجع تقرا؟ لا برجع اروح المدرسه. زين، اذا احنا اليوم متفقين ان العمل انت قاعد تشتغله انه تحصل قوتك والدراسه ارجح من العمل، رغم انه انت بحاجه للعمل. اي بحاجه للعمل. زين، لكن رغم انه انت بحاجه للعمل انت الارجح عندك شنو هو؟ والأولوية بالدراسة، وماشي أمورك بالدراسة، ما متأخر إن شاء الله. لا ما متأخر. ما متأخر. يعني أنت طالب مدرسة تداوم، شلون توفق بين المدرسة وشغلك هنا؟ أنا صلي هيك شهر من جيت. شهر من جيت؟ يعني انت مو صار لك فتره طويله تشتغل. ايش عجب؟ زين، محتاج انت تشتغل؟ اي محتاج. محتاج تشتغل. زين، شلون بدك توازن هسه احنا بدينا بعام دراسي جديد، شلون توازن بين المدرسه وشغلك؟ انا بالمدرسه ما اشتغل. ما تيجي تشتغل. زين، بس ايام الجمعه؟ الجمعه ايه؟ اجي. جمعه وعطله. اذا اكو جمعه وعطله تشتغل. ايه بس السبت ما اطلع. سبت ما تطلع ليش تقرا؟ اقرا. زين، يعني لطيف، يعني انت اولويتك الدراسه. اي. ايام العطله كنت تشتغل، ما عندك مشكله. اي. زين، اذا في ايام الدراسه انت تعمل في اولويه الدراسه اولا. زين. وتقدر توفق بين الدراسه وعملك، بالجمعه تطلع. أيوة. حاول ان تقتات على باب الله. الطفل الضعيف بالمدرسة هم يعتبر فاشل؟ زين، يعني أنت تسأل الضعيف بالدراسة يعتبر فاشل؟ مو بالضرورة يعتبر كل واحد ضعيف بالمدرسة الطفل، كل صح. طفل ضعيف بالمدرسة فاشل. صح. مو بالضرورة. أكو ضعفاء بالمدرسة نجحوا في حياتهم. صح. صح. لكن غالباً الضعيف بالمدرسة شبيه؟ مين؟ فاشل في حياته. لكن مو بالضرورة ولا أكو ملازمة بينهما، أنه ممكن طفل ضعيف بالمدرسة ناجح في حياته. صحيح. وربما سبب الضعف من هو؟ لو ما يعرف يقرأ، لو ما عنده تحفيز للدراسة. أنت برأيك شلون ننمي قدرة الطفل؟ يقرأ. نحفزها بالمدح. غالباً كون الآباء، وهذا سبب ضعف بعض الأطفال بالدراسة، ما يعرف يحفز الطفل. أهم طريقة لتحفيز الطفل شنو هي؟ مدح الطفل، تمدحه على واجبات قام بيها وعلى قضايا هم مو واجبة قام بيها. بالتالي من تمدح شي يصير؟
تحسن حالته المزاجية والنفسية، صح. يرتاح، تحسن على شيء غير شيء. بالتالي أنت تقدر تحصل وتحفز وتنمي عنده القدرات، صحيح. واضح؟ واضح. كلمات تدمر الطفل، أنت فاشل، ها؟ أنت ما تفتهم، دمرتني، تعبتني، لك كل ذني شبيهة، هذني تدمر الطفل وتضعف من قدراته، صح. واضح إن شاء الله؟ واضح. احنا اليوم بالسوق وانت اكو مجموعه من الصبيان اللي بعمرك قاعد يشتغلون وياك، مو؟ ايه. شلون تشوف ثقافتهم الدينيه ذولا؟ يشتغلون ويانا. زين. اعرفهم. زين، تعرفهم اول قضيه، انت ذولا يشتغلون وياك وتعرفهم. أعرف. ثقافتهم الدينيه يعني يصلون ملتزمين. ايه يصلون يصلون، هم قاعدين يمنا جيراننا. جيرانكم. ايه. زين. اغلب ذولا من منطقه واحده، انتوا اغلب اللي تشتغلون بالعرباين؟ اعرفهم سيد. شلون؟ اعرفهم. تعرفهم. واغلبهم يصلون وملتزمين. يصلون. زين، اذا تصير بيناتكم انتوا الشباب، تصير بيناتكم مشاكل، شلون تحلوها؟ نحلها. شلون؟ نحلها، ما نتعارف. ما نتعارف. فيما لو لا قدر الله صارت مشكله او كذا، شلون تسوون؟ ما شلون؟ ما تتعاركون. ما نتعارف. عمل الأطفال يعني الصغار بالعمر لابد أن يكون ينسجم مع أعمارهم، صح لو مو صحيح؟ صحيح. يعني شنو ينسجم مع أعماره؟ يعني يقدر يحافظ على نفسيته ويحافظ على طبيعة جسمه، ما يأذي وما يضرره. أنتوا اليوم شلون تشتغلون بالسوق؟ أعمال ما مجهدة. نشتغل. إي. نشتغل عربانة. زين. وبعد؟ ولا صاحبنا. زين. هل احتاج شيء احنا نعاونه؟ زين، يعني انتم بيناتكم، انت اليوم تقول انا ادفع عربانه، تقول احنا بيناتنا مواقف انسانيه. شلون هاي المواقف الانسانيه؟ شلون تتعاونون بيناتكم؟ شلون تتعاونون بيناتكم؟ يعني صاحبي لو احتاج فلوس. زين. هل شيء يحتاج احنا نساعده، احنا وجماعتنا. لطيف، لطيف، يعني انتم بيناتكم اليوم اهل العربين اللي بهذا العمر، اذا واحد من عندكم احتاج فلوس تجمعوه لو تنطوه؟ اي. زين، من باب التعاون بيناتكم بالعمل، اذا جتك كروه ثقيله على صاحبك شو تسوي له انت؟ احنا نعاونه، انا اخليه بغاضه نصهن واخليه بعربه. والكروه تنطيه اياها له كامله. ايه. زين، يحتاج يصعد التاير مثلا رصيف عالي. ايه. كذا. انا احنا وجماعتنا نصعد فيها. زين. الا ثقيله حلو. زين. شلون نصبر الطفل اللي يبوق؟ يعني هسه انت شايف هيجي حاله يمكم بالسوق تصير؟ اكو جهال يبوقون؟ لا. شلون؟ لا. ماكو. بس انت تسال انه فيما لو اكو واحد من عندهم لا قدر الله يبوق شلون نصلحه؟ زين. انت تريد تتعلم يعني شلون تصلح الطفل اللي يبوق؟ هواية طرق نقدر نقوم هذا الطفل اللي يبوق. مو؟ ايش تعتقد واحدة من الطرق شنو هي؟ أول شغلة نصحه، مو؟ شو نقول له؟ نقول له هذا اشتباه كذا، مو؟ نوعيه، إصلاح، تذكير، زين، مو؟ هاي أول قضية. ثاني قضية شنو برأيك؟ إزالة الحرمان. نوبات في بعض الأحيان واحد يبوق ليش؟ في بعض الأحيان محتاج، فشو نسوي احنا؟ نزيل حرمانه، نقول قربه الى الله تعالى حتى هذا نصلح انسان، خصوصا اذا هو طفل. لا تفتهمني؟ زين، نوفر له ما يرغب به، يعني شنو نوفر له ما يرغب به؟ نوبات مشتاق الى شغلات ما موجوده عنده، ها؟ نوفر له اياها. مو هاي طريقه حتى نقوم به هذا الطفل اللي قد يبوق او باق؟ صح. زين. واحدة من الطرق ايضا اظهار المعرفه بفعله، يعني شنو؟ نبين له انه احنا درينا انت ايش قاعد تسوي، قاعد تبوق، بس نبين له
مو بالتصريح، بيش اللمحلة. دا تفتهمني؟ دا تفتهمني؟ اللمحلة انه انت دندري. بعدين من القضايا المهمة، شنو هي القضايا المهمة؟ ان نحكي له قصص. شنو هاي القصص؟ قصص تذكر آثار السرقة، يعني آثار السرقة. هاي السرقة تنمي الفلوس لو تحرقها للفلوس، تحرقها مو؟ نحكي له هيك قصص انه تمحق الفلوس. شنو تحرق الفلوس؟ السرقة فلوس الحرام، يحرقها لو ما يحرقها. بالتالي من نحكي له هيك قصص حتى يصير عنده في داخله انطباع سيء عن من؟ عن البوب. اذا ما فادت كل هاي بعض الطرق، كون نأنبه ونبين له ان هذا الموضوع خطأ. واضح؟ بس انت فهمت شلون احنا نقومه للطفل اللي يبوه لا قدر الله؟ واضح؟ مسألة بالنسبة إلى حكم عمل الأطفال. يعني احنا اليوم حلقتنا عن حكم عمل الأطفال. ليست هناك نصوص محددة في هذا الجانب، بالتالي إذا نريد نعطي حكم لعمل الأطفال لا يمكن إعطاء حكما كليا، بل يحتاج إلى تفصيل. فلا يمكن القول يجوز عمل الأطفال مطلقا بكامل الحرية، ولا يمكن القول لا يجوز عمل الأطفال إلا بقيد. ولكن فلذا لابد من أن ندرس المسألة تفصيلها. لابد أنه للأطفال أن يكون العمل غير مجهد لهم، لا بدنيا ولا نفسيا، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالطفل، وحتما الإضرار به حرام. أو إذا تزاحم العمل مع الدرس، مع الدرس والتعليم، فلازم تقديم شنو الأولى؟ تقديم الدراسة والتعليم. فلذا إذا قدر أن يجمع بينهما وبها ونعمت، والأمر جيد جدا أنه يجمع بينهما وأفضل الجمع. لكنه إن لم يمكنه الجمع بين التدريس والعمل، فبالعنوان الثانوي قد يحرم عمل الطفل. أما في قبال ذلك لو قلنا بجواز العمل فبشروطه، ومن أهم الضوابط الشرعية لذلك أن يكون العمل منسجما مع نفسية منه، نفسية وإمكانية بدن الطفل. فإذا كان لا يؤدي إلى الإضرار به فلا مانع من شرع. احنا عندنا ثقافة دينية هي تقليد المرجعية. انتوا اليوم كشباب بهذا العمر وتشتغلون بالسوق، عندكم تقليد للمرجعية؟ عندنا. من تقلد؟ سيستم. الله يحفظك، الحمد لله. وتتواصلون ويا المرجعية؟ ستة اذا تحتاج سؤال، عندك رجل دين تعرفه تسأله مسائل دينية؟ ايه. عندك؟ وتسأله مسائل دينية اذا ما تعرف شيء؟ جدك يعرف؟ وتسأله بالمسائل الدينية؟ تقول له هاي شلون الصلاة، هاي شلون كذا، مو؟ احنا اليوم في يفعان الشباب، انت تصلي؟ اي زين. صلي؟ صلي. اي لا بس برمضان. زين، ليش ما نصلي احنا طول السنة؟ هي واجبة لو مو واجبة؟ اي واجبة. عجب زين ما نصلي، انت ولد شاب خوش ولد ان شاء الله، وانت قاعد تتقوت من عرق جبينك، يعني ان شاء الله نصلي احنا بالايام المقبلة؟ ماشي، من اليوم. من اليوم ان شاء الله. يا الله، احنا الواجب علينا ان نقلد، باعتبار احنا راح نبدي نصلي ونداوم على الصلاة. منو من المراجع ان شاء الله تقلده؟ منو من المراجع تعتقد ان حجه شرعيه؟ سيد السيستاني. سيد السيستاني، الله يحفظه، الحمد لله.
يصير واحد منا طفل؟ يعني انت تسال عن حكم التبني. اول قضيه كفاله الصبي المستحق، يعني اكو صبيان مستحقه كفاله، فيه من الاجر والثواب ما لا يعد ولا يحصى. اجر ايش بيه؟ اجر عظيم. واحد يجيب طفل يربيه، خصوصا اذا مستحق، مو بأجر لو ما بي. ولكن ما يجوز ان يتبناه ولا يثبت بالتبني لا توارث ولا نسب، ويصير ابنه ومن مصار ابنه ما لحق يورثه، باكر عقبه اعمار طويله للجميع ان شاء الله يصير يورثه؟ لا ما يصير. ليش؟ لان مو ابنه الحقيقي، ابنه الصلبي هو يصير ان يورثه، صح لو مو صحيح؟ زين، بالتالي هو كفالته بيها اجر وثواب، لكن ما يسجله باسمه. دائرة الأحوال الشخصية ما يجوز أني سجله باسمه، لأنه صحيح. بالتالي يصير قسام شرعي ويورثه. قسام شرعي. هسه أنت برأيك إذا واحد مسجلي بالنفوس شو يسوون؟ إذا مو منه نسب النفوس هذا أكبر حرام. إذا كان ابنه يصير يسجله. إذا ابنه يسجله، إذا مو ابنه؟ إذا ابنه ما يسجله. ما يسجله. زين. إذا مسجله وهو مو ابنه شلون؟ هاي حرام. حرام. شو يسوي؟ يحاول انه بطريقه ان ما يجرحه يبين له ان هو مو ابنه حتى لا يتوارثون بيناتهم. واذا ما قدر يقول له بصوره مباشره شو يسوي؟ يبلغ جماعه. يبلغ جماعه او يشهد ناس ان يقولهم ترى هذا مو ابن صلبي، هذا مو ابنه، هذا بالتبني مو ابنه. واضح؟ هسه انت سؤالك عن حكم التبني انه كفاله الطفل اليتيم فيها اجر وثواب، لكن ان ما يصير يسجله باسمه. ودائرة الاحوال الشخصيه هم ما يجوز يسجله، لان بيناتهم توارث وهذا التوارث مو شرعي. واضح؟ واضح. شنو تأثير؟ شنو تأثير؟ على الجهال. زين. يعني أنت تسأل عن تأثير هاي الأوضاع تأثر على نفسية الجهال، هيك قصدك سؤال؟ زين. أول قضية أنت تدري نفسية الطفل نفسية رقيقة. بالتالي كل مظاهر تطلع تأثر على نفسيته لو ما تأثر؟ ما تأثر. لا تأثر، شلون ما تأثر؟ شلون ما تأثر؟ تأثر نفسيته. يتأذى هذا الطفل فيه، بالتالي واحدة من دمار الطفل ودمار نفسيته وتأثر على نفسية الطفل شنو؟ هاي الأوضاع اللي إذا تأثر، فلابد أنه الأهل شي يسوون؟ أوقات مشاهدة مظاهر العنف يغيروها، يعني ما يباوع أخبار سياسية والجهال وياه. ليش؟ لأن قاعد تأثر عليهم. زين، مو بس أوقات العنف، يضاعون قنوات معتدلة، أكو قنوات تطلع من الصبح لليل عنف وأذية. هاي يكون ما يشوفوها، شو يشوفون؟ يشوفون قنوات معتدلة، مو تظل تطلع مظاهر عنف، هاي كلها قاعد تأثر على نفسية الجهال وتجرحهم وتأذيهم. صح لو مو صحيح؟ احنا قبل كان اكو يقول يشاهد تحت فوق ال 18 سنة باعتبار فيه مشاهد عنف، اليوم هم مدى تحتوي هاي مشاهد العنف على هيجي عبارات وقاعد تأثر على الجهال، صح لو مو صحيح؟ هاي نفسية الطفل قاعد تأذى، ونفسية الأطفال كلها قاعد تنجرح وتتأذى، كلها من مظاهر العنف اللي قاعد يشوفوها لو بوسائل التواصل الاجتماعي، لو بالتلفزيون. الأهل المفروض يغيرون أوقات مشاهدتهم للأوضاع السياسية، يكون ما موجود ليتعارض وقتهم ويا وقت منه؟ ويا وقت الجهال. يعني الطفل قاعد ما يباوع مظاهر عنف حتى لا يؤذي ويجرح نفسيته باعتبار نفسية الطفل رقيقة. واضح ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله. شنو رأيك بهذا اللي يتعامل مع الأطفال بالعنف؟ يعني يضربهم، يصيح عليهم، يقول له وخر من هنا، ادفع عربانتك، لا توقف هنا. شنو رايك بذولا؟
هو هماتين على باب الله. هو على باب الله. زين. انت تقدر ان هو على باب الله وانت على باب الله. فلذا انت ما تزاحمه حتى هو تطلع انت. ايه؟ تطلع او ما توقف في اماكن حتى تضايق الاخرين. لا ما ضايق. ممتاز. شنو رايك بذول اللي يتعاملون بعنف ويا الاطفال؟ طفل قاعد يشتغل نوبات ياذوه، اما يصيحون عليه او يضربوه، شنو رايك بذول؟ يعني احنا وجماعتنا يعني نفاكرهم. شلون؟ احنا وجماعتنا نفاكرهم. يعني انتم اذا تشوفون واحد من جماعتكم ياذوه او كذا، انتم تروحون تدافعون او تحاولون تفاكروا تمنعون المشكله. صحيح. زين. انتوا بيناتكم اذا تصير مشكله لا قدر الله شلون تحلوها؟ شلون تحلون المشكله بيناتكم؟ بيناتنا نجيب صاحبنا. زين. نخليه غصبا عليه يصاحبه. زين. يصالحون. يصالحون، يعني تجيبون هذا اللي مختلفين بيناتهم وتجبروه انه غصبا ما عليه، غصبا ما عليه انه يصالحكم او يصالحون بيناتهم. الطفل يتجاوز يغلط يصير يضربوه؟ يعني انت تسال عن حكم ضرب الطفل اللي يتجاوز بالكلام او كذا مو؟ زين. اول قضيه انت برايك يصير ينضرب الطفل لو هو طفل ما يصير يضربه؟ ما يصير. زين. اول قضيه خلينا نتفق عليها، اي طفل ها من غير ولي امره يعني مو ابوه او جده ما يصير يضربه ابدا، يتجاوز بالكلام يغلط كذا ما يصير. صح لو مو صحيح؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ لانه ما ماذون الا ان يضربه حتى وان كان يتجاوز بالكلام. صح لو مو صحيح؟ زين. الولي يعني ولي امره ابوه او جده من طرف الاب يصير يضربه لو ما يصير؟ ما يصير يضربه ضرب شديد، همينا هاي نتفق عليها، ضرب شديد هم ما يصير، يصير يضربه ضرب خفيف، بس ايش وقت بحالتين؟ الحالة الأولى انحصر التأثير بعد ما ماكو شارة إلا بيش؟ إلا بالضرب، مو؟ أو انحصر ماكو شارة، والشرط الثاني أن يحتمل التأثير بالضرب، شو يسوون؟ يضربوه ضربات خفيفة. من اللي يضربه للطفل؟ لو جده. اي ممتاز. لو ابوه. غيرهم ما يجوز، مطلقا ما يجوز. احتمل التأثير، انحصر التأثير، آذى ما آذى، كل هاي ما يجوز. واضح؟ ها؟ بس الولي يصير يضربه اذا بشرطين. شنو الشرطين؟ حفظتهن لو ما حفظتهن؟ إذا انحصر تأثير بعد ماكو شارة إلا بالضرب ها؟ واحتمل التأثير جده لو أبوه. واضح؟ زين. الكبير يصير ينضرب؟ لا. من قبل أبوه؟ لا. هم يصير ينضرب من قبل أبوه؟ هم يصير ينضرب من قبل أبوه؟ صحيح؟ ليش ما يصير؟ لأنه الكبير حرام، حتى الأب ما يصير يضربه. أما الصغير إذا آذى يصير يضرب الجد لو الاب ضربات خفيف. ثلاث ضربات خفيفات اذا ادى الى احمرار الجلد على يديه حتى الاب. واضح؟ حتى الاب ما يصير يضرب ابنه ضرب يؤدي الى احمرار الجلد او سوداده وعليه يديه. واضح؟ مسألة، الطفل يبدأ تكليفه بإكمال يعني حينما يكون بالغ شرعا، قبل البلوغ مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، يعني أنه ما مكلف بالأحكام الشرعية، وهنا من يبدأ عليه القلم تحسب عليه المعاصي التي يرتكبها، لكن الآثار الوضعية لو كسر شيئا
أو سرق شيئا قبل البلوغ فعلى الولي شنو؟ لابد على الولي ضمان ذلك من مال هذا الطفل أو حينما يبلغ هذا الطفل عليه ضمان ذلك. ولكن إذا الأب مو يضمن من ماله لا تخلي هذه القضية من المسؤولية الأخلاقية، بالتالي لابد أن يمرن الطفل أو يربي الطفل تربية صحيحة صحيحة لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين ولا يسرق منهم ولا يتكلم بالسوء والفحش إلى آخره. فلابد أن يراقب هذا الطفل لينشأ نشأة صالحة. عمل الأطفال حتى يصير ينسجم مع بنيتهم لابد أن لا يكون مجهد وشاق، صح لو مو صحيح؟ صح. اكو بعض الجهال يشتغلون أعمال مجهدة وشاقة، أنت شلون تشوف هذا العمل؟ يعرفون الناس صغار يعني ما يحملون عليهم هو. لطيف، يعني أنت تقول يوم المجتمع يقدر هذا من يشوفه صغير. يشوفه ما يحمل عليه وايد، يشيل هو وياه. لطيف. يعني عندنا ثقافة الرأفة والرحمة في التعامل مع الطفل المحتاج إلى عمل، يوم ثقافتنا المجتمعية أنه أنا ما أحمله ولا أكلفه أكثر مما لا يطيق. يشيل وياه. يشيل وياه، بس أنت إذا حمله هواية يشيل وياك؟ إيه هو ما يدفعها ويشيل وياك. يدفعها وياك، الحمد لله. إذا طفل كسر حاجته أبوه يدفع فلوسه؟ أولاً أنت إذا تسأل عن الأب يضمن الحاجة اللي كسرها ابنه ما يضمنها. صح. ليش ما يضمنها؟ ليش؟ أنت ليش ما يضمن؟ ليش ما يضمنها؟ لأن ما يضمن. أول كسرها الابن. إيه. بس مو معناه أن الأب من ما يضمن الحاجة أن ما يقوم ابنه ويصلحه ويربيه. صح. لأن الابن إذا شب على شيء. صح. شاب عليه. صح. يكون من البداية يقومه تقويم صحيح. صح. وأنه الأضرار بالآخرين حرام. صح. هسه الابن كسر حاجة، من اللي يضمنها؟ يضمنها الأب من يضمنها مال الأب. الطفل مو من مال الأب. ليش؟ لأن هو الطفل اللي كسرها. ايه. واضح؟ واضح. فهسه الضمان على اليمن؟ على الطفل. إذا ما عنده فلوس وهو كان طفل دون سن التبليغ شو وقت يضمنها؟ إذا ما عنده فلوس وكان صغير من يصير قده ومن يكبر من يبلغ يجب عليه ضمان ما أتلفه أيام الطفولة. بالتالي يكون يلتفت الأب ينبه الابن والابن هم يلتفت إلى نفسه أنه عليه ضمان ما أتلفه أيام الصغر. واحد لسانه ثقيل شو قرأ صورة؟ يعني أنت تسأل واحد لسانه ثقيل إيه؟ شنو الصورة اللي يقرأها حتى الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالصحة، هي سؤالك؟ إيه؟ زين. أول قضية هذا اللي لسانه ثقيل يريد آية أو دعاء أو كذا حتى الله سبحانه وتعالى يسهل له النطق، أول قضية لابد أن يراجع طبيب مختص بهذا المجال. وين يروح؟ يراجع طبيب صح لو صح حتى يخف لسانه وينطيه علاج مناسب. ثاني قضية المداومة على الصدقة، واحدة من آثار الصدقة شفاء المرضى، صح لو مو صح؟ الصدقة داووا مرضاكم بالصدقة، هذا مرض الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يمن عليه بالصحة من خلال الصدقة. زين. الشيء الثالث قراءة سورة الحمد 7 مرات لها آثار عجيبة. قراءة سورة الحمد إن شاء الله تعالى أم تنفعه إذا يكون عليه الحمد 7 مرات، واضح؟ أكو رواية هم عن الإمام الصادق من بركات سورة الإسراء، سامع سورة الإسراء؟ ما يفرق بس الحمد والقراءة. زين، سورة الإسراء من بركات سورة الإسراء إذا تكتب بالزعفران ويسقى، هذا اللي لسانه ثقيل، يسقى في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنطق الله لسانه بإذنه سبحانه وتعالى، ينطق هذا اللسان مضمون الرواية، ينطق هذا اللسان بإذن الله ويتكلم. من اللي يتكلم؟ هذا إذا كتبوا له سورة الإسراء بالزعفران وسقوه إياه شربه، واضح؟
يعني من بركات سورة الإسراء تفيد للي لسانه ثقيل، الله سبحانه وتعالى يفك لسانه وينطقه. واضح؟ أنت اليوم شاب يافع بعنفوان الشباب، تقدر تذكر مصاديق الدين المعاملة في مجال عمل الطفل؟ إيه؟ يعني طفل خير قاعد يشتغل. إيه؟ شون؟ يعني هو جاي يشتغل. زين، شنو المصاديق اللي برأيك؟ مصاديق ما يشاقون. ممتاز، يعني يحمل أخلاق جيدة. زين. إيه؟ شقة بإساءة أدب، بقلة أدب ما موجود. زين. ما موجود. بعد. ما يشاقون يعني شاكر وما يشاقوا. ولا يركض ولا بس على عمله ويروح البيت. زين. ما يحمل اكثر من طاقته. اكثر من طاقته لان هاي تاثر سلبا على نفسيته وعلى بدنه. زين. يراعي قضيه التعليم اللي تحدثنا عنها ببدايه اللقاء مو؟ ايه. زين. بعد برايك؟ هي ذنب. ذنب. واخلاقه تكون حلوه وطيبه مع الجميع. مو؟ مع اللي بعمره واللي اكبر من عنده يحترمه. زين، وتقول له يا عمو مو؟ يا عم ومطخ واحد بالعربانه تاذي كذا مو؟ زين. شلون تشوف الثقافه الدينيه بين الاطفال اللي دا يشتغلون اليوم بالسوق؟ يعني على واحد يدير يعني وصخه وشو شنو؟ زين. مثلا صاحبه يقول له شنو عيدك؟ يقول له غسلها بالصابون وتعال لنا. زين، اذا انتم تحافظون على مظهركم ومنظركم ونظافتكم. زين، لطيف، هاي ثقافه اسلاميه. اخلاقهم شلون؟ زينة. بالسوق؟ اي زينة. يعني ما تتجاوزون على كبير، انت ستدفع عربانه. من تدفع عربانه اذا طخ واحد اذيه كذا. اقول له العفو. لطيف، تعتذر من عنده. وبعد. اقول انا اعتذر العفو. زين، تنبهه انه حتى لا تطخه قبل لا تطخه بالعربانه، مو صحيح؟ زين. شنو الطفل ده شو يصير؟ يصير. زين. شنو حكم الطفل اللي يحكي وجيان؟ ايه. زين. طبعا اذا كانت فوق من الغيبه طبعا هذا حرام. حرام صحيح. زين. وعلى الاب شنو انه يقوم؟ يقوم بدوره. دوره صحيح. شنو دوره؟ ايه. ان ينبه هذا الابن اللي يحكي وجيان ويحكي ايه. دني ويسولف هوايه انه هاي امور الدمره. تدمر المن؟ الطفل. يعني يبين له ان هاي الامور يحذره ان هاي الامور تدمره. ليش تلهيه باشياء هو مو مهمه له. هو دا ينقل هذا الحكي وينقل هذا الحكي ويحكي هذا الحكي، فهو من المتاذي؟ الطفل هو اللي يتاذى. فلذا على الاب ان يبين له ان هذا يدمر مستقبله ويحذره وينبه ان هاي القضيه ما تفيده. مو؟ الطفل من باب. نعم. أنا شو راح يضرون؟ شو يسوون؟ راح يسوون. يضرون. زين. يعني أنت تسأل سؤال عن طفل باق، أهله شو يسوون؟ زين. أول قضية مثل سؤالك السابق، أهله كون يقومون هذا الطفل الباق. صحيح لو مو صحيح؟ شو يسوون؟ يحاولون إصلاح هذا الطفل بالطرق اللي حكيناها ذيك الساعة. صحيح؟ زين. ثاني شغلة يكون شو يسوون؟ الباقي شو يسووا له؟ يرجعوه لمن؟ لابو المحل الباقي من عنده ويطلبون إبراء الذمة، يعني شو يقولوا له؟ برينا الذمة. ها؟ صح لو مو صحيح؟ صح. شو يسوون؟ يرجعوه لابو المحل الباقي من عنده ويطلبون إبراء الذمة. إذا ما قدروا برأيك شو يسوون؟ إذا ما قدروا
انه ينحرجون يستحون، خاف يصير محكمه عليهم، مو يخافون من الدوله، شو يسوون اذا ما قدروا يرجعوا؟ انت شو تقول؟ يجيبون طرف ثالث، واحد ثالث يحاول هو يرجع الغراض لابو المحل، لان هاي الغراض لازم يرجعوها مو مالتهم، صح لو مو صحيح؟ صح. اذا ما قدروا يجيبون طرف ثالث يرجع لهم الغراض شو يسوون؟ يصدقون بقيمة هاي المسروقة المن إذا هذا ما لقوا لأبو المحال أو ما قدروا ينطوه إياه فعلا ما قدروا مو يصدقون بقيمة هذا المسروق إلى فقير متدين إن شاء الله تبرأ ذمتهم. واضح؟ يصير يصدقون بملاعب الجاهل؟ زين. أول قضية ملك الطفل، يعني فلوس يملكها الطفل، منو إلى حق يتصرف بيها؟ هو الطفل. الطفل؟ الطفل إلى حق يتصرف بيها؟ يلعب بيها كألعاب يصير. يصير. اللي يتصرف بيها الولي. من هو ولي الطفل؟ أبوه. أو جده لأبيه. مو؟ صح. فقط ذولا من حقهم يتصرفون على ان يكون التصرف شنو؟ ما بي مفسده في اموال الطفل. صح. من يدفعون هاي اللعبه صدقه عني. هاي بيها منفعه للطفل لو ما بيها منفعه؟ بيها. بيها شنو المنفعه مالته؟ لان يلعبون بيها. لا حينطوها الطفل محتاج الها فقير. فهاي شو يصيحوا لها؟ صدقه. صدقه. من يدفعون صدقه، صدقه تدفع بلاء عن هذا الطفل لو ما تدفع؟ لا تدفع. بالتالي منو راح يستفاد؟ هو الطفل. هذا الطفل. فيصير للولي ان يتصرف في اموال الطفل اذا كان شنو؟ اذا كان ما بيها مفسده لمال الطفل، هاي ما بيها مفسده، شنو هي ما بيها مفسده؟ بل بيها منفعه للطفل، شنو هي المنفعه؟ للطفل. الله يدفع عنا البلاء بهذه الصدقه. صح. بالتالي يصير يدفعون عنا هاي الالعاب صدقه لو ما يصير؟ يصير. يصير باذن الولي. واضح؟ واضح. غير الولي يصير لو ما يصير؟ يصير. ما يصير. ما يصير. إذا مو ولي أمره ما يصير، إذا مو أبوه ولا الجد من طرف الأب ما يصير. ما يصير. واضح؟ واضح. مسألة المال إذا كان ملكاً للطفل، يعني ملك الطفل، لا يجوز للأم التصرف به حتى شراء ملابس له لنفس الطفل إلا بإذن الولي اللي من حقه أن يتصرف بأموال الطفل هو الولي. والولي هنا يقسم إلى قسمين، الولي إما أن يكون الأب والجد من طرف الأب، أو الولي يكون الوصي أو الحاكم الشرعي. وتختلف صلاحية الولي الأول اللي هو الجد من طرف الأب والأب عن الولي الثاني اللي هو الوصي أو الحاكم الشرعي. شنو تختلف؟ يحق للوصي للولي اللي هو الأب والجد من طرف الأب التصرف في مال الطفل، وكفى فيه عدم الإضرار والمفسدة في مال الطفل. يعني أي تصرف يقرض من عنده المهم وترجع له الفلوس، يحوله إلى ذهب ينطيه للأم وبعدين ترجع الأم، كل ذني ما زال ما بي هذا القيد، ما بي مفسدة مال الطفل، يصير لو ما يصير؟ يصير. هذا من اللي يتصرف؟ الأب. صلاحية أوسع للأب والجد من طرف الأب. أما الولي اللي هو الوصي من قبل الأب أو الجد من طرف الأب أو الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فالصلاحية أقل. لابد في جواز التصرف في مال الطفل اعتبار المنفعة، يعني إذا هذا أريد أتصرف بفلوسه يكون أنفع أما بالتنمية والاستثمار أو شيء مفيد له لهذا الطفل. بالتالي الأموال التي ملكا للطفل لا يحق لأحد التصرف بها وإن كانت الأم إلا بإذن الولي.
وفي الختام ينبغي أن تكون الرأفة والرحمة في التعامل مع العاملين مع الأطفال، خصوصا إن كانوا في سن مبكرة فهم في بنية ونفسية أضعف، ويجب على من يعمل مع الأطفال عدم تحميلهم بما لا يطيق تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.